كيف تعملي فيي هيك؟ شو عملت؟ كذبت علي، عملتي حالك انتحرتي ومش عارفه شو عملتي؟ لك كيف قدرتي كيف؟ أي شي بتقوله شو بيطلع قدام اللي أنت عملته فيي؟ شو؟ ما بدك تسألنا شو عملتلك أنا لانا؟ شهور قاعدين عم بتكذبوا علي قدام عيون اتنيناتكم، عاملين حالكم ما بتعرفوا بعضهم علي؟ ليه؟ من دون ما تخجل حتى؟ مش مثل ما انت مفكرة. لا هول رح يجنونونا هول الاثنين. شو انتم متفقين على نفس الجواب علي يعني؟ تلاقي انت حكيتي معها؟ ايه حكيت معها. شو سألت عليها؟ شو كنت مستنظرني اعمل يعني؟ شو كنت ناطر مني اعمل انا ريان؟ اسكت واعمل حالي مش عارفة؟ بعرف انه اللي عملناه غلط، بس ما كان فينا نعمل غير هيك، كنا مضطرين نخبي عنك. من شو عملت انت؟ كسبت علي قدام عيونك كل هيدا الوقت. حبيبي اللي انا ما بحب غيره بهالحياة، حبيبي اللي بوثق فيه أكتر شي بهالدنيا كلها. بس تعرف شو؟ بفهمك انه ما كان فيك تعمل غير هيك، صح؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني معك حق بكل شيء عم بتقوليه، بس لو بتعرفي انا كم مره جربت اقول لك وما قدرت. حق علي، بعرف ما كان لازم نوصل لهون، ما كان لازم نتجوز اكيد. سوري؟ ما بدي أظنك أكتر من هيك. بعرف أنت الغلط مش منك، بس إيه أكيد غلط إنه تجوزنا. أكيد تجوزنا. إيه غلط إنه تجوزنا. شوف شو بدك نعمل؟ أي متى بتحب نطلق؟ بكون أحسن لأننا اثنيناتنا. أحسن لأننا اثنيناتنا. انت شو فاهمك بالاحسن لقلنا اثنيناتنا؟ انت لو ثانية مرقت بتفكيرك انا ما كنت بتعمل فيي اللي عملته. جربي فهمي شو عمل لك.